يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli birodarlar, hurmatli Hadiya TV kanali kuzatuvchilari. Mana inshaalloh biz mana bu yozdan beri bir ishga qo'l urganmiz. Hammalaringizga ma'lum, otasi o'tgan bolajonlarni, kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan farzandlarni ham shaharlarimiz o'zlarining dasturxonlarini taklif qilishyapti. Mana inshaalloh bu safar mana hozir Qorasuv rayoni Moda qishlog'idagi bir to'yga ketyapmiz. 30 dan ortiqroq bolajonlarni olib ketyapmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu ishga o'zining hissasini qo'shayotgan barcha aka-uka opa-singillarimizdan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Dasturxonlarimiz Alloh suygan dasturxonlardan bo'lsin deyishlikka oshiq bo'lgan hamshaharlarimiz juda ko'p ekan. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Ya'ni dasturxonlarimizda nafaqat bu qorni to'g'lar, balki shunga o'xshagan nochor oilalardan bo'lgan va otasi o'tgan bolajonlarni dasturxonlariga taklif qilib ularni mehmon qilishlikka oshiq bo'lgan aka-ukalarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Inshaalloh shun bilan bir jannatni qo'lga kiritaman deb oshiqishyapti aka-ukalarimizdan. Alloh subhanahu va taolo har birlaridan rozi bo'lgan bo'lsin, o'ylagan shar'iy niyat maqsadlarini hosil aylagan bo'lsin. Inshaalloh biz bu ishlarimiz bardavom bo'layotganligidan biz bag'oyatda xursandmiz. Inshaalloh bundan keyin ham bizni ko'rib borayotgan va bizga juda ko'p takliflar bo'lyapti. Mana to'yga spiskalar yozilib ketishyapti, ofisimizga kelib qo'ng'iroqlar qilishyapti. Imkon qadar biz to'ylarga bolajonlarni olib boryapmiz. Kundan kunga bolajonlar kamayib boryapti. Sababi bu bolajonlarni shu to'yga olib borganimizdan keyin o'zini qaramog'iga olgan hamshaharlarimiz ko'payib borayotganligidan bu bolajonlar kamayib boryapti. Biz bundan xursandmiz. Ko'payish kerak emas. Ya'ni o'zini qaramog'iga otaliqqa oladigan qo'lida bor aka-ukalarimiz chiqib bu bolani olishligi bilan biz juda xursand bo'lyapmiz. Inshaalloh bu ishlarimiz davomiy bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني والقرآن يرفعني بالأخلاق يربيني أتلوه ليلا ونهار يا ربي فاجتابيني ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي معه تعلو همتي لا تضيع أوقاتي والبركة في كل عمري معه تحلو حياتي معه تعلو همتي لا تضيع أوقاتي والبركة في كل عمري معه تحلو حياتي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم حين نردد الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاليها ويرتقي نحو الجنات حين نردد الآيات السكينة والرحمات تنزل على تاليها ويرتقي نحو الجنات ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم هيا نتعلم قرآن بالتجويد وبالأحكام هنيئا للماهرين تعلموا وعلموا هيا نتعلم قرآن بالتجويد وبالأحكام هنيئا للماهرين تعلموا وعلموا ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم يوم ألبس التيجان والحرير يكسوني والقرآن ربي زده يوم ألبس التيجان والحرير يكسوني والقرآن ربي زده ما نام كي يتلوني ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي
وعد مولانا الكريم. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي، ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم. والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي، في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة. يا مرحى يا العيد، يا مرحى بالفرحة، هلا العيد بالفرحة. جت ليالي فرحة تزهي وتناري، صبح العيد أحلى صبحي وعيادي. زانت سما الفرحة رياحيني، فاحت عطور الجور يا زيني. جان العيد بالأفراح، جان العيد بالأفراح، جان العيد هلا يلا بالأفراح. يا مرحى جان العيد، يا مرحى بالفرحة، هلا العيد بالفرحة. العيد ما أحلى فرح أمي في العيد، نور الأب الغالي كل عام وانت بخير يا أختي خالتي وأخوي وعمتي كل أهلي. جانا العيد بالأفراح، جانا العيد بالأفراح، جانا العيد هلي يلا بالأفراح. نرسم فرح أهالي ديرتنا، صلينا على المختار هادينا، نشكر إله الكون فرحتنا، يا رب تمن فرح جمعتنا. جان العيد بالأفراح، جان العيد بالأفراح، طوى فرح والفرح بدا يكبر، من فاحة طهور المسك والعنبر. لما والعيلة فرحها منور، قولوا سلاما فرحنا يزهر. جانا العيد بالأفراح، جانا العيد بالأفراح، جانا العيد هلي يلا بالأفراح. جت ليالي فرحة تزهي وتناري، صبح العيد أحلى صبحي وعيادي. زانت سما الفرح رياحيني، فاحت عطور الجور يا زيني. جان العيد بالأفراح، جان العيد بالأفراح، نور الأب الغالي كل عام وانت بخير يا أختي خالتي وأخوي وعمتي كل أهلي. جانا العيد بالأفراح، جانا العيد بالأفراح، جانا العيد هلي.
عادينا نشكر إله الكون فرحتنا يا رب تمن فرح جمعتنا جانا العيد بالأفراح جانا العيد بالأفراح جانا العيد هيلي الله بالأفراح يا مرحا جانا العيد يا مرحا بالفرحة هل العيد بالفرحة طوى فرح والفرح بدا يكبر من فاحة طهور المسك والعنبر لما والعيلة فرحها منور قولوا سلاما فرحنا يزهر جانا العيد بالأفراح جانا العيد بالأفراح جانا العيد هلي الله بالأفراح Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, mana biz navbatdagi to'yga keldik. Ya'ni otasi o'tgan bolajonlarni, kam ta'minlangan oilalardan bo'lgan farzandlarni ham shaharlarimiz o'zlarini dasturxonlarga taklif qilib kelishyapti. Ya'ni dasturxonlarimiz Alloh taolo suygan dasturxonlardan bo'lsin degan maqsadda ham shaharlarimiz to'ylarga taklif kelishyapti. Albatta, bu narsadan Alloh taolodan ajr hisob qilgan holatda bu amalni oshirishyapti bu ishlarni. Ya'ni shu bolajonlar orqali men jannatni qo'lga kiritay. Mana shu bolajonlarni yedirib kiydirish orqali men inshaalloh savob ajrlarga erishay degan maqsadda bu narsalar qilishyapti. Mana kundan kunga bolajonlarimizning soni kamayib boryapti. Avvalda 50 ta 60 ta bolalarni olib borardik. Sabab bizda 200 dan oshiq spiskamizda ro'yxatimizda bolajonlar bor. Sababi har bitta to'yga kelganimizda yoki bo'lmasa bizning ijtimoiy tarmoqlardan ko'rganda qo'lida bor sahiy akalarimiz o'zlarini qarmog'iga olishyapti. Ya'ni 4 tasini menga bering, 5 tasini menga bering. Men to voyaga yetguncha men shuni kiyim kechak oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beray deb qarmog'iga olishyapti. Bundan albatta biz bag'oyatda xursandmiz. Mana shunday bo'layotgan ishlarga o'zingizlarni bir fikringizni bildirib va bir shunaqa to'y qilmoqchi bo'lganlarni rag'batlantirib o'zingizlarni bir fikringizni aytib o'tsanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana biz ukamiz to'y qilib elga dasturxon soldi. Shular qatorida mana shu yosh go'daklarni mehmon qilib, muruvvat qilib, ajr ihson izlab hammalarga rahmat, aytganlarga ham rahmat, kelganlarga Alloh endi sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Shu bolalarni shunchalik tarbiyalab sizlar rahmat o'g'lim, tanjoningiz sog' bo'lsin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq qarib, uvali-chuvali bo'lib yurganlar qilsin. Mana kelganlarga hammalarga rahmat. Ukam bilan buvim kelinimizni tanjoni sog' bo'lsin. Mana shu yerda mana singlimi bolalari bor. Boshini silab shularni qarayapti. Hamisha topganlariga baraka bersin. Onajonimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Doim martabalar balantirishinglar ulug' umringlar uzun bo'lsin. Tani joninglar sog' bo'lsin. Hamisha yurgan yo'linglar Ka'ba bo'lsin. Makkalarda rohatlanib namozlar o'qib shularni bosh qosh bo'lib sizlar hamma yaxshilik dunyoda sizlarga sizlar uchun bo'lsin. Eng qolganlarga oppo baxt oltindan taxt. Mana shu farzandlar eng oldi farzandlar bo'lsin. Shu shahrimizni boshqaradigan yigit-qizlardan bo'lsin. Allohim buni buyog'iga Alloh hech qachon qiylanmay eng oldi bolalar bo'lib yurishligini tilab qolamiz. Allohumma robbana va robbil alamin. Rahmatki arham arohim. Qur'on bilan qo'rg'onlasin. Qur'on nurlari bilan nurlantirsin. حين أتى وفد الحجاج من كل مكان أمواج بادر يدعوهم أفواج صلى الله عليه وسلم من يثرب قد أسلم وفد قالوا سندعو قومنا بعد ولنا الحج القادم عود صلى الله عليه وسلم عادوا أكثر بعد بعام عاهدوا أن يحموا الإسلام
الإسلام ويدافع عن خير أنام. صلى الله عليه وسلم. هاجر صحابته سرا، اتخذوا غطاء الليل سترا، تركوا الوطن اختاروا الهجرة. صلى الله عليه وسلم. اجتمع تم الكفار، خافوا هجرة المختار، فأرادوا قتله في الدار. صلى الله عليه وسلم. بفراشي قد نام علي، أعماهم رب قوي، هاجر من مكة النبي. صلى الله عليه وسلم. هاجر رفقته الصديق، لاحقه الكفار بضيق، والله حفظ الطريق. صلى الله عليه وسلم. وصل رسول الله أخيرا، وغشى يثرب كلها نورا، ملئات الدور سرورا. صلى الله عليه وسلم. بمدينته ثم أقام، صارت عاصمة الإسلام، سمعت به كل الأقوام. صلى الله عليه وسلم. خاض مع الكفر غزوات، بدر أحد والأحزاب، اشتد القتال سنوات. صلى الله